هو طبعا في داخل بلد القديم وحي راس العين في هذه الأثناء. وهناك وحدات خاصة كما ذكرنا تعمل في المنطقة. والآن نستمع إلى ما يجري في هذه اللحظات في منطقة رأس العين والبلدة القديمة ومحيطها. كل المواقع هي منتشر فيها بجانب مدرسة الفاطمية. هناك أيضا تواجد للدوريات ووحدات إسرائيلية. نعود مجددا ونتابع أيضا في هذه اللحظات وزملائنا في جنيف حسب ما في يعني بدأوا في الانتشار في منطقة التبول في الاحتلال في هذه الأثناء. ونحن نتحدث إليكم هناك انتشار مكثف في الدوريات وأيضا في منطقة حراس العين بالقرب من قناة الفاطمية التواجد لعدد كبير من الدوريات الإسرائيلية. هذا ما يجري في هذه اللحظات بالإضافة إلى أن هناك إغلاق لقناة الفاطمية. أنا وإياكم نتابع في هذا في هذه اللحظات. هناك معلومات الحقيقة تصل كثيرة لكن لا نستطيع أن نتحدث عن كل هذه المعلومات إلا بعد أن يتم. والواقفين جهات متعددة وأيضا من قبل الجهات الرسمية حول عمليات مداهمة أو غير ذلك. أيضا انتشار وتراجع للدوريات القرب من مخرج هنا. شكرا لنا. في الطريق طريق قلعة الفاطمية إغلاق كامل وانتشار الدوريات بالقرب من المخرج. طبعا هناك اطلع الحديث عن إصابة لأحد الشهداء هو التي في هذه الأحوال. وأيضا لا يزال الدوريات كما ذكرنا ولا يزال التوغل مستمرا. لا نستطيع أن نتحدث عن كل المعلومات التي تصل إلينا ولكن يمكن القول به أن هناك إصابة حسب ما بلغ زميلتنا لينا من الأحمر في إصابة حتى هذه اللحظة من القدم.
في داخل البلد القديمة. هذه الاشتباكات لا تزال حتى اللحظة مستمرة، والحديث عن عدد من الإصابات. دعونا ننتقل لأحمد، أستاذ أحمد جبريل، يعطيك العافية. نعم، في تفاصيل محددة حول الإصابات التي تكررت؟ يعني هاي عندنا معاد بالنسبة لعالم الحكومة يصاب في منطقة صفحة المدين، وجدت سيارة الإسعاف إلى المنطقة ولكن لا تستطيع الوصول إلى الآن بسبب تشد اشتباكات وقوات الاحتلال لسيارات الإسعاف. طيب الحديث كم إصابة حتى الآن لو تكرر؟ الحديث كم إصابة يعني بدنا نحكي هيك؟ أستاذ أحمد؟ معك نعم، أقول الحديث كم إصابة حتى الآن؟ يقال بأنه في أكثر من إصابة، مش إصابة واحدة، يعني أكثر من إصابة في داخل البلد القديمة. نعم صحيح، من سيارتنا دخلت من أيضا من حارة القريون في تبليغ عن وجود إصابة، ولكن إلى الآن لم نتمكن من نقل أي إصابة. طيب في طبيعة في يعني في أي معلومات وصلتكم عن طبيعة الإصابة ولا مش الآن مش وقته الآن نحكي فيها؟ يعني صحيح لا يوجد أي معلومات دقيقة. نعم، لكن الانتشار أو التواجد للجيش في مختلف المواقع المدينة خلينا نحكي. نعم صحيح، في محيط البلد القديمة بالتحديد ومنطقة الدوار، هذه المنطقة هي الأكثر يعني تواجد القوات اللي هي في حارة الغرب أكثر شيء، خلينا نحكي هيك في المنطقة. نعم صحيح، سياراتنا متواجدة في محيط المنطقة، في سيارة دخلت من حارة القريون بسبب تبليغ عن وجود إصابة، نحاول الوصول إلى المنطقة المحاصرة بالتحديد. المنطقة المحاصرة وين لو تكرمتوا؟ اللي باللوق اللي أنتم باللوق تكرموا؟ نعم. أستاذ أحمد؟ الله بيك. كم مرة لو تكرمت الصوت راح؟ اللي أنتم باللوق. الدخول من منطقة الفاطمية المطلبة لعند الصفانة. واصلين يعني داخل المنطقة جوا. يعني للداخل جوا جوا، خلينا نحكي للمنطقة في كاملة. نعم صحيح. صحيح. أصوات اشتباكات تسمع في هذه اللحظات في داخل البلدة القديمة بالتحديد، ونأمل من الله تعالى يعني أن يكون يعني إن شاء الله أن يكون في خير يعني في هذه الأثناء هناك اشتباكات. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد جبريل، شكرا جزيلا. طيب حاليا اخواننا في جميلنا زملائنا حاليا موجودين بمحيط منطقة يعني حسب ما فهمت منطقة في داخل آخر شارع رفيديو، ونأمل الله تعالى طبعا على كل في هذه اللحظات ونحن نتحدث إليكم هناك لا تزال تسمع أصوات إطلاق نار في داخل البلدة القديمة. نأمل إنه يكون يعني إن شاء الله يا رب إنه يكون إن شاء الله يكون خير. يعني نأمل كما أيضا بالشفاء يعني السلامة لزملائنا خلينا نحكي. طيب في هذه اللحظات هناك حديث عن استهداف قوة إسرائيلية بشكل مباشر بعبوة حسب ما تم الحديث، بعبوة ناسفة، وثماني دوريات إسرائيلية أيضا دخلت عبر المنطقة الغربية لنابلس. مرة أخرى نذكر بأن هناك دخول لعدد كبير من الدوريات من المنطقة الغربية، وهناك أعداد لا بأس بها بين قوسين من المواطنين لا زالوا في الشارع، نتحدث عن مواطنين لا زالوا بالشارع حتى اللحظة. في هذه الأثناء أيضا هناك لا تزال يعني معلومات. طيب أيضا هناك طائرات الدرون الإسرائيلية، هناك أصوات انفجارات تسمع ما بين حين وآخر. في هذه الأثناء هناك أصوات انفجارات واشتباكات في داخل البلدة القديمة، ودعونا نذهب مباشرة إلى الميدان من جديد. سلام لكل من يستمع لنا ومن لا يستمع لنا. هناك بتحدثوا أنه في درون عم بضرب الرصاص وغاز مسيل الدموع في فوق
أجواء البلدة القديمة وانتجار عن طرق المكان. هذا ما يجري في هذه اللحظات في داخل النار. حتى الآن تسمع ما بين حين وآخر في داخل البلدة القديمة، ولا تزال حتى الآن الدوريات متواجدة في داخل البلدة القديمة، تحديدا بالقرى المخرج هنا وحارة الياسمينة وحارة الغرب أيضا. نتابع طبعا في هذه اللحظات اشتباكات مع مقاومين في داخل البلدة القديمة. صوت العيان في داخل البلد الحقيقة كثيرة، لا تزال ترك ليش هربوا هذول؟ فلسطينية. بس يلا تعال يلا وين الحجر بصير هون في يلا Manawir!
الحدادة، وكانت هناك جهود لترميم هذا السوق الذي تدمر بشكل كبير في العام 2002. حتى وقت قريب واصلت المؤسسات على اختلاف في نابلس أعمال الترميم لهذا السوق، واليوم الآن هو محور هذه العملية. ولكن يعني أقول لك أن الاقتحام كان من هذا السوق، ولكن العملية تتركز بالحي الذي بجواره تماما والذي يسمى بمنطقة المصلبة، والتي هي يعني اولا من تظهر في الصوره مباشره امامك هي مدرسه الفاطميه، وهي مدرسه للاناث، ولا نعلم حقيقه ان كان هناك الاقتحام جاء. طالع زاوية الفاطمية تحت، مش فاهم انا طالع ليه. زمان طالع ويكون عندي ليه.